إلى اليونان، حيث يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة، ومن غير المرجح أن يحقق أي حزب فوزا صريحا في هذه الانتخابات. ومن المتوقع أن تجري البلاد انتخابات جديدة بحلول يوليو إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية المنقسمة من الاتفاق على تشكيل ائتلاف. دارين الحلوي تنضم إلينا من أثينا. دارين، مع اقتراب ربما إغلاق الصناديق، ما المتوقع الآن، خصوصا وأن الشارع اليوناني كان ينظر لهذه الانتخابات بلا مبالاة؟ صحيح، هذا تخوف كبير لدى الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات، لاسيما الأحزاب الكبرى التي تتنافس اليوم للوصول إلى البرلمان وتحقيق نسبة تمكنها من تشكيل الحكومة المقبلة. هذه اللامبالاة أو البرودة في مقاربة هذا الاستحقاق الانتخابي، مع الإشارة إلى أن الانتخابات أو الاقتراع هو واجب على المواطنين اليونانيين، ليس هناك من أرقام بحسب القانون يجري الإعلان عنها وأنها تشكل مخالفة قانونية، ولكن التقديرات تشير إلى نسبة كبيرة من المقاطعين ربما تتجاوز النسبة التي سجلت في الانتخابات السابقة عام 2019 والتي وصلت إلى 42% من المقاطعين. إذن ربما النسبة اليوم أعلى، خصوصا وأننا فعلا لمسنا من المواطنين اليونانيين الذين التقيناهم وتحدثنا إليهم من أنهم ما عادوا يثقون بكل الوعود والمشاريع والاقتراحات التي تطرحها الأحزاب السياسية، وهي تعاقبت على الحكم، تحديدا الحزب المحافظ، حزب الديمقراطية الجديدة الذي كان يحكم هذه الأربع سنوات، وأيضا الحزب المعارض اليساري الذي كان قد حكم أو ترأس حكومة البلاد بين عامي 2015 و2019 عندما كانت الأزمة الاقتصادية في عزها. يقولون إن أي من الحزبين لم يتمكن من انتشال المواطنين من تداعيات هذه الأزمة التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. هناك حديث عن أن الحد الأدنى للأجور لا يكفي لأيام، هناك حديث عن أن التقديمات الصحية والتعليمية تراجعت إلى مستويات باتت فعلا تنذر بمخاطر كبرى على المجتمع اليوناني، وربما هذا يفسر نسبة الهجرة العالية من اليونان تحديدا في صفوف الشباب. هناك استطلاعات تحدثت عن هجرة نحو نصف مليون شاب حديثي التخرج خلال الأشهر والسنوات الماضية، وهذا أمر ينذر بمخاطر كبرى كما ذكرنا. لكن هذا الأمر، تحليل هذا الأمر بانتظار صدور النتائج الأولية التي يفترض أن يتم تعميمها والإعلان عنها عقب إقفال صناديق الاقتراع بعد أقل من ساعتين من الآن. شكرا لك دارين الحلوي في أثينا.